كرة اللعب على طول وترجع هجمة الآن لمصلحة المنتخب البرازيلي، وهذا هو بيريرا يطلع عرضية وهني جول وجول 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 رونالدو، هدف برازيلي ثاني. شوف جونيور نط على مدربه على طول ورونالدو، يا سلام على بيريرا، يا سلام على بيريرا، وهذا ماركوس قاعد ورافع ايده، وهنا رونالدو يسجل الهدف الخامس له في المباراة رقم 4 وبالتالي يتساوى مع الألماني كلوزه. هذه هي شوف من بيريرا لرونالدو اللي يلعبها، ورونالدو تعدي من تحت حارس المرمى. شوف رونالدو، شوف رونالدو، شوف رونالدو عدى فعلا، وهدف الآن، هدف برازيلي ثاني، وبالتالي البرازيل تسجل الهدف الثاني في مرمى المنتخب البلجيكي في غمرة فرح من جانب احتياطي المنتخب البرازيلي. وهنا طبعا رونالدو رافع ايده فرحان بهذا الهدف، وقاعد طبعا يجنح ويجنح وكأنه يطير، لانه عنده حق يطير من الفرحه، واي فرحه نسجل هدف، وبالتالي يتساوى مع كلوزا هداف المانيا بخمس اهداف، والكره تلعب على طول، وبالتالي اعتقد انه خلاص.